نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. كابتن نصر، اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. نور يا كابتن. الله يخليك كابتن. النهارده كابتن ايمن، طاقم التحكيم كان الصباحي، ودي ثاني مباراه كابتن عادل هو بيديرها للنادي الاهلي. ادار قبل كده مباراه الانبي والاهلي، ودي المباراه الثانيه للصباح. قبل ما نروح للحالات، بس انا بقول الصباح النهارده يا محمد كان عندك بعض النقاط اللي يجب انك انت تطور من ادائك فيها كابتن علاء. اول حاجه الوقت، يعني احنا لاحظنا جدا جدا موضوع الوقت، والكلام ده لكل الحكام. كابتن شريف، من فضلك الوقت مهم جدا جدا. الشوط الاولاني تقريبا مش اقل من 4 دقائق كابتن عادل، هو ادى دقيقه واحده. لا يا جماعه، الوقت دوت مهم جدا جدا للفريقين مش لفريق واحد. دي النقطه الاولى لكل الحكام، يجب احتساب الوقت بدقه تامه. الحاجه الثانيه يا محمد، عندنا حته اللياقه البدنيه، ودي كانت عامله لنا مشكله شويه. تمركز التحرك كابتن اسامه كان برضك في مشكله وفي صعوبه من الخروج من محيط اللعب. محمد، حاول تطور من ادائك في ازاي انك انت تستغل العناصر كلها، سواء كان تحمل عام او تحمل سرعه او السرعه القصوى عند اللزوم، وتحاول تخرج من محيط اللعب. ثالث حاجه، اختلاف المعايير بقى في الفاولات. يعني هو الراجل مدي لكم تعليمات، مش كل الفاولات يعني تحسبوها، ولكن احنا النهارده عندنا مشكله في المباراه، في فاولات كتيره اتحسبت وفي فاولات ما اتحسبتش والمعايير كانت مختلفه. عندي حاله كابتن عادل هي المهمه، يعني هي في مباراه هي الحاله المهمه، هنشرحها بالقانون، وان برضك ندي ثقافه للكل في القانون في هذه الحاله. خلينا نروح للحاله الاولى اللي معانا، وهنا شوف هنا في مخالفه. هرجع تاني بقى، يعني لو النهارده حبيت اشرح دي كلها لوحديها، دي اعتقد بالمباراه كلها. هرجع تاني بعد اذن حضرتك من اللايف. ستوب كابتن عادل، شريف، اسام، الحكم فين؟ ده الملعب الثاني، نص الملعب الثاني هنا. والكره لا، صب من فضلك لو سمحت، والكره بتطب فين يا كابتن عادل؟ عند الثلث الاخير، مدافع ومهاجم. هنا بنقول الحكم يا كابتن علاء، استشعر الخطر، استشعر ان مهاجم ومدافع داخلين في الصندوق، اكيد في مخالفه. مظبوط. على الاقل عندما تحس انك انت في اثنين لعيبه هنا، لابد انا توقعي ايه بقى؟ من ساعه ما اتعملت الباص انا سبرنت. هنا بنقول الكلام ده مش للصباح بس، لكل حكام مصر. تعالى بقى نمشي ونشوف، نشوف نشوف. ستوب، فين الحكم؟ مش موجود في الكادر خالص يا جماعه، انا بتكلم جد. فين الحكم؟ مش موجود في الكادر. طيب نمشي كمان شويه، هنا المخالفه تمت. ارجع تاني بعد اذنك. نمشي 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 نمشي. ده الكره سايبه قدام 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 قدام. هنا المخالفه تمت يا كابتن. ارجع هرجع بعد اذنك، بس هرجع يعني هرجع بس سنه بعد اذنك، بس خلاص. بص اللاين مان فين كمان؟ فين الحكم؟ مش موجود في الشيء. الكلام يا جماعه، الحكامنا كلنا احنا بنحبكم كلكم، بس يجب ان احنا نبقى مقنعين عندما نتخذ القرار الصحيح في مثل هذه الحاله. خلي بالك، وانا بقول لك اهو ده احساسنا، اللي ادى قرار النهارده في هذه الحاله هو الحكم المساعد رقم واحد احمد نوفل. اللي ادى قرار المخالفه من بره هو احمد نوفل، وهو طبعا كمان يعني خلاص. هنا بنتكلم في الفرصه المحققه كابتن عادل، وشرحناها قبل كده 100 مره، وقلنا ايه هي الفرصه المحققه اللي بيدي فيها الحكم البطاقه الحمراء. يبقى انا اول حاجه نشوف هنا، هو الصباحي راح ومن هنا المخالفه موجوده، واللاعب اللي جاي ده كابتن مش هيلحق لاعب النادي الاهلي. تمام، خلاص الشد موجود خلاص، وهي المخالفه من خارج منطقه الجزاء كابتن علاء، متفقين فيها. ولكن احنا بنتكلم في الفرصه المحققه، وهنا الفار هنا جاب له حتى لقطة اللعب. السيطرة موجودة. نجيب العوامل بس الأربعة، خلاص كابتن احنا هنا خلاص هي واضحة جدا الفرصة المحققة. بنتكلم فيها كابتن علاء. طب إيه شروطها وإيه معاييرها؟ بنحفظها لكل الحكام. نمرة واحد، بنقول يا كابتن، يجب الأخذ في الحسبان أو الاعتبارات التالية. المسافة ما بين المخالفة والمرمى، اللي هي مسافة ما بين الكرة والمرمى، كانت تسمح بأن اللاعب يروح؟ كانت تسمح، يبقى عندنا واحد. اثنين، الاتجاه العام للعب. يعني ايه الاتجاه العام للعب يا كابتن علاء؟ الكره رايحه ناحيه المرمى المنافس ولا لا؟ اللاعب رايح ناحيه اللاعب المنافس ولا لا؟ اللاعب فعلا كان رايح، يعني الاتجاه العام كان اتجاه عام صحيح. ده عنصر الثاني.
العنصر الثالث هي احتماليه الايه؟ الاحتفاظ بالكره او السيطره عليها. ان لم ترتكب المخالفه مع لاعب النادي الاهلي كان عنده السيطره وكان رايح يعدي. موقف عدد اللاعبين المدافعين، اخر مدافع في استرن استحاله ان هو كان هيحصل لاعب النادي الاهلي لو راح مباشره نح المرمى، وبالتالي هنا بقول الفرصه المحققه كانت موجوده بكل الاعتبارات. كابتن اسامه في حاجه؟ اللي هي اتفضل. البند الثاني اللي هو اتجاه العام للعب، اتجاه العام للعب. طب افرض مثلا لو هي متجهه ناحيه الكورنر، برافو عليك احييك. هنا قال لك اتجاه العام للعب، خلي بالك مهم جدا لو اللاعب كابتن عادل او كابتن اسامه رايح متطرف قوي ناحيه الكورنر. انت هنا بتقدر هل هو الفرصه هيقدر يجيب اخر مدافع ممكن يقفل ويغطي، ولا ممكن لو راح ويقطع يروح. دي برضك بتبقى على حسب اللوكيشن بتاع اللعبه، على حسب الكوشن انت بتقدر. لو العوامل الثلاثه الثانيه متوفرين الاتجاه العام، بس الكره مثلا مش الاتجاه في الجون يعني العنصر بص يا كابتن، لو اي عنصر الخلاصه اي عنصر من اربعه مش موجودين في الفرصه المحققه ما تبقاش فرصه محققه. مظبوط. بس انا ليا بس تعليق، الراجل شد من قبل ال 18 وانا محتفظ بكورتي لسه ما زلت، ودخلت جوه ال 18 وشدني تاني وانا وقعت جوه ال 18 تمام، بيتحاسب على الكره الاولانيه وانا رايح والكره بتاعتي جوه ال 18 تمام، ليه ما اخدش حقي في ضرب الجزاء؟ تمام. احنا بنتكلم بشكل عام ولا في اللعبه؟ لا في اللعبه زي دي كده. في اللعبه هو شد من خارج منطقه الجزاء كابتن، هو جه عند داخل منطقه الجزاء ما شدش، ساب ايده، ساب. ولكن لو اللاعب اصر على المخالفه داخل من جوه تنحسب لك الجزاء من جوه، مش كده؟ تمام.